السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. دائما بهذه الأيام من كل عام تقر الخطة الزراعية الشتوية، وهذه الخطة تكون بلجنة مشتركة من وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وكل الجهات المختصة بموضوعة الزراعة. بعض الأرقام اللي حقيقة يعني نشرت إن كانت من مصادر رسمية أو مصادر غير رسمية تتحدث عن تقليص كبير جدا بالخطة الزراعية الشتوية. التحديات كبيرة جدا اليوم، العراق وطموح العراقيين والفلاحين العراقيين وحتى الحكومة العراقية هي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي مثلا بموضوع الحنطة، هذه الزراعة الاستراتيجية المهمة. ولكن للأسف هناك معوقات كبيرة جدا، وأهم معوقات هي موضوعة المياه والدعم الحكومي للفلاح العراقي. أحد تصريحات وزارة الموارد المائية وعلى لسان معالي الوزير حقيقة حمل وزارة الزراعة موضوعة شح المياه، وأنه يجب أن يتجهون إلى التقنيات الري الحديث كالري بالرش أو التنقيط أو التقطير أو الرش المحوري وغيرها من هذه الأمور. ولكن للأسف مستمرين على زراعة قديمة وتستهلك الكثير من المياه. بلاكات وزارة الموارد المائية منتشرة بكل المحافظات العراقية من أجل رفع التجاوزات، وأمس موضوعة الاعتداء، الحقيقة الاعتداء اللي يعني استحيت أنه أذكره اليوم في هذا البرنامج، حقيقة معيب جدا أنه ملاكات الوزارة تتعرض لهذا الاعتداء وحتى القوات الأمنية تعرضت للاعتداء. هل اليوم أصبح الماء بالعراق وبأرض السواد فتنة بين الناس حتى صارت نزاعات عشائرية وغيرها من هذا الموضوع؟ طبعا راح نناقش هذا الشيء المهم مع ضيف إلى باع طويل جدا بموضوعة الموارد المائية، ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم، وضيفنا في الاستوديو القامة الكبيرة والعلمية والأكاديمية بموضوعة الموارد المائية الأستاذ عون ذياب المتحدث الرسمي باسم الوزارة. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك، يعني نتشرف بحضورك في برنامج أرض السواد. تحياتي لك والمشاهدين الكرام. ربي يخليك، أهلا وسهلا بك. أريد أبدي مع حضرتك بتصريحك، يعني نعم. أنه أكدت أن الخطة الزراعية الشتوية ستكون حرجة جدا، نعم. إذا استمر الوضع بدون سقوط أمطار، نعم. ولربما يتم التفكير بتقليص المساحة المزروعة، نعم. طبعا أنا في البدء شكرا لك على هذه المقدمة. الواقع أيضا كان لي تصريح وأريد أكده، أنه إحنا هذه السنة هي تعتبر من أقسى سنوات الجفاف. لم يمر على العراق سنة جافة بقدر هذه السنة منذ تسجيل البيانات الهيدرولوجية في سنة 1930 من القرن الماضي. يعني أصعب سنة بآخر 90 سنة. أصعب سنة بهاي من تاريخ تسجيلنا، يعني ما قبلها ما كان أكو مشكلة، لأن تعرف ذاك الوقت كان العدد السكان قليل، يعني والمياه تكفي. اللي حاليا مع زيادة الطلب على المياه، لأن صرنا جاوزنا 40 مليون، يعني صار زيادة الطلب ليس داخل العراق، في كل حوض النهرين، لأن أيضا في تركيا زيادة سكان، في سوريا، في إيران. إحنا أكثر نسبة في النمو السكاني. هذه الحقيقة كلها أثرت، صار ضغط، أنت عندك مورد ثابت وأكو زيادة حاجة. إذن
الحاجة أكثر من الطلب. حتما هذه تشكل متاعب وصراعات على المياه. لهالسبب احنا حذرنا انه هذه السنة، وللأسف انا يعني الشيء الآخر المضاف انه هذه السنة الرابعة. يعني سنوات الجفاف كانت تجي سنة جافة، سنة أو سنتين رطبة، ثم تكرارها بتباعد، كل 7 سنوات مثلا تجيك سنة أو سنتين جافة. هسه للأسف صار تقارب في موجات الجفاف، يعني كل 3 سنوات تجي سنة 2018 جافة، احنا هسه 2021 جافة، إذا 3 سنوات هي يعني احنا 2022 جافة، اي و22 أكثر جفاف، وهسه 23 بعد مقبلين، اي مقبلين على جفاف الاقمار الصناعي اكو بعض. نعم. البيانات. شوف هي هاي النقطه، احنا نعتمد على بيانات. اول شيء اكو نقطه مهمه، عندنا الخزين المائي المتاح في سدودنا وخزاناتنا، وعندنا ايضا التوقع لما قد يحدث بالنسبه لهطول الامطار. الخزين المائي للاسف بيستمر يتناقص، لان كمية المياه اللي تدخل للخزانات أقل مما يخرج منها. فمعناها طبيعيا يقل. شنو اللي يوقف هاي الحالة؟ هي سقوط الأمطار. سقوط الأمطار بغزارة أو بنسب عالية، بحيث كمية المياه تدخل تتعادل ويا اللي تخرج أو أكثر، فنقدر نبني خزين. المؤشر اللي عندنا أنه إحنا من كافة الأقمار الصناعية الدولية اللي تعمل بالأنواع الجوية، نعم، يعني من القمر الأمريكي، القمر الأوروبي، القمر الروسي، كلها تشير أنه الخريف الحالي هو محدود الأمطار، وتكون هناك أمطار بس بسيطة جدا وليست أمطار غزيرة، بحيث نقدر نبني خزين مائي جديد. هذا الشيء اللي خلانا نحذر وبشدة، وصدر بيان من الوزارة بشأن رعاية كل الجهات، نعم، أن تراعي ترشيد المياه، وأن تستخدمها بشكل عقلاني، وأن لا تفرط بالإسراف بالمياه. نعم. مع اللي تفضلت به هو بالمقدمة، يعني أنا طبعا أطمئن أنه مياه الشرب والاستخدامات البشرية متوفرة، لكن التحدي هو بالزراعة. صحيح. تعرف العراق مترامي الأطراف، مساحات كبيرة، يعني عندنا من المعلومات أنه إحنا الأراضي اللي ممكن أن نرويها تصل إلى 22 مليون دونم، بالوقت اللي إحنا ما عندنا مياه لإرواء أكثر من مساحة 13 مليون دونم، هاي فوق ما مخطط له. تجي في السنوات الجافة تقل، هذه تقل المساحات اللي المروية. أستاذ عون، نعم، خلي حتى اليوم مشاهد، نعم، أيضا يعرف، هل أقرت الخطة الزراعية؟ نعم. شو وقت؟ هسه خلال اليومين الماضي أو صدر بيان آخر من، نعم، الوزارة بالأمس. أمس مساء؟ نعم نعم. تحدد بالخطة الزراعية. لو تلاحظ، أنا حتى أرجع على شون طريقة تحديد الخطة الزراعية، انطرح الموضوع بمجلس الوزراء، وصدرت صدر قرار تشكيل لجنة يرأسها مستشار في أمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين من وزارتي الزراعة ووزارة الموارد المائية، لأن الموضوع حرج، فلازم يصلون إلى صيغ مقبولة حول موضوع الخطة الزراعية. تصريحات من قبل وزارة الموارد المائية وتصريحات وزارة الزراعة، أحس أكو تشنج بالعمل بين الوزارتين. شوف هي أنا بصراحة، أنت ذكرت أنه السيد الوزير قال حمل الوزارة الزراعة مسؤولية بموضوعة كان المناسبة مال سحب الخزين الميت. أي بس أنا شنو قصدي، يعني إحنا هو مو نحملها مسؤولية الجفاف، مسؤولية طبيعية الله سبحانه وتعالى. صحيح. وضرب كل، لا من نحمل وزارة الزراعة هاي المسؤولية. هو كان الموضوع يتعلق بموضوع استخدام تقنيات الري. اي يعني احنا شوف، وزارة الموارد المائية مسؤوليتها إدارة الموارد المائية وإيصال المياه إلى المأخذ، سواء كان للشرب أو للزراعة.
يعني محطة الضخ الرئيسية أو يعني، وبعدين داخل الحقل. هذه مسؤولية وزارة الزراعة اللي احنا نسميه بالانجليزي on farm irrigation، يعني الري في الحقل. هاي مسؤولية وزارة الزراعة في العالم كله، يعني استخدام تقنيات الري بالتنقيط، الري بالرش، الري السيحي المطور بواسطة الليزر. صحيح. اكو كثير من الطرق هذه للأسف الشديد احنا متباطئين منها، بالرغم من اكو تجارب واعدة واعمال جيدة نفذت في هذا الجانب، وحاليا المستثمرين قاموا يروحون يلجؤون إليه لأن حتى يستخدم أكبر كمية ممكنة، يزرع أكبر كمية ممكنة بكمية محددة من المياه، والناتج يكون أكبر، الناتج أفضل. والعام الماضي كانت أكو تجربة المرشات المحورية حققت أرقام نتائج كلش. إذا احنا الخطة الزراعية بعد أن صار نقاش طويل واجتماعات حول، وصل إلى أنه احنا كمية المياه المتاحة هي اللي تحددنا. يعني أنا عندي هالقدر من المياه، يعني حتى أوصل صورة أقرب لحضرتك، إحنا العام الماضي كان عندنا خزين أكثر من العام الحالي بحوالي، يعني حالياً 40% من الخزين للعام الماضي، يعني خزيننا متدني أقل من العام الماضي بنسبة. نعم، يعني إحنا العام، لكن نعم العام الماضي رحنا بالموافقة على زراعة 2.5 مليون دونم، 2,500,000 دونم. هسه ايش قد؟ هسه صار الاتفاق عن نروح بالمياه السطحية لزراعة 1,500,000 دونم، يعني أكثر من نص العام الماضي. لكن هذا يعني أي بس تسوي يعني صحيح. إحنا بس شنو صار اتفاق أنه نروح بزراعة على الآبار، يعني ونتوسع في الزراعة على الآبار بعد أن صار دعم الوزارة الزراعة. نعم. بتأمين أجهزة، يعني تأمين خلينا نقول مبالغ جيدة لشراء الأجهزة وتوزيعها على المزارعين أو بيعها على المزارعين. الأجهزة اللي هي أجهزة الري بالرش نسميها الأجهزة المحورية البيفوت، هذه أجهزة. هل تختلف عن الفلاي؟ لا، هي هذه الدائرية، يعني إذا نشوف هسه بالخارج هسه يستخدموها هسه بالطيارة من تطلع أو بالصور الجوية الفضائية اللي عندنا، تشوف دوائر منتشرة بالصحراء العراقية. صحيح. بشكل طائرة خاصة. أي نعم، تشوف كل الدوائر هذه الخضراء. أي هذه شنو فائدتها؟ هذه من تستخدم ترش كل المنطقة. أتوقع هاي لقطة طالعة. نعم نعم. أي هذه. بالضبط. أي نعم هذه. نعم. هسه هذه اللقطة الكم المرشات. المرشات المحورية. تغطي كل المساحة. لاحظ يعني ما عندك تبقع يصير بالأرض. فهمتك. نعم، نعم. أستاذ أيضا أكو أحبة المشاهدين يعني يعني أمر مهم جدا نتكلم عليه. قبل هذا التصريح اللي حنعرضه للأستاذ حميد النايف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة قبل إقرار الخطة الزراعية، هذا قبل يومين يعني أمس صارت إقرار الخطة الزراعية، فخلينا نشوف هذا التصريح وراجع. احنا عددنا خطة شتوية بس لحد الآن لم يحصل اجتماع بين اللجنة المشتركة ما بين وزارة الزراعة والمواد المائية، باعتبار احنا لا يمكن لنا زراعة دونم واحد دون موافقة وزارة المواد المائية. وعددنا خطة احنا يعني بنظرنا هي طموحة، ولكن يبقى الرأي النهائي هو رأي وزارة المواد المائية لأن هي الجهة التي تدير المياه. الحقيقة هي المفروض يعني الخطة الآن المفروض تعد، يعني عادة احنا نعد الخطة في منتصف أيلول كل عام يعني 15/9، لكن تأخرت لأسباب أن الموارد المائية لحد الآن لم تعطي موقف عن الخزين المائي. الخطة الإرواء أيضا ستقلص باعتبار نفس الأسباب موجودة بتناقص المياه وقلة الإيرادات وقلة المخزون المائي على العام الماضي. فنتوقع أيضا تقلص الخطة الزراعية إلى أقل من العام الماضي، يعني العام الماضي تقلصت إلى 50% بنسبة 2,500,000 دونم. هذا العام نتوقع أقل من هذه الخطة، بالتزامن عدد خطة
أيضا على الآبار تقدر بثلاثة مليون دونم لزراعة الحنطة وباستخدام المياه الجوفية الآبار اللي هي حفر الآبار وأيضا توزيع المرشات المحورية والثابتة التي إن شاء الله سيتم الإعلان عنها قريبا من خلال قانون الدعم الطارئ اللي وفر أموال لشراء هذه المرشات. الخطة الزراعية تقدر 16 مليون دونم ما بين مروية تقر لاحقا من المواد المائية مقترحة طبعا مقترحة كلها مقترحة يعني بالنتيجة النهائية وراء الإقرار يلا نقدر نتطرق من النهاية ولكن احنا عددنا هذه الخطة خطة دائمية تدي 6 مليون دونم عددنا خطة دائمية على أمطار إذا ما جت أمطار خطة الآبار عددنا أيضا 3 ملايين و500 ألف خطة روائية قدمنا خطة 4 ملايين و500 ألف لكن ننتظر إقرار هذه الخطط وبالنهاية نوجه أو نصدر بيان بمجمل الأراضي التي يتم زراعتها. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا أستاذ عون أريد أسأل سؤال مهم جدا مثل ما صرح الأستاذ حميد النايف يقول أنه إحنا دائما كل سنة بوسط تاسع تقر الخطة الزراعية لماذا تأخرنا هالقد؟ الحقيقة كنا نأمل أنه يعني نوصل إلى بيانات أكثر دقة بالنسبة للأقمار الصناعية حتى لن يعني نفاجئ المزارعين بأرقام تدنية لكن مع الأسف ما قدرنا نوصل لهذا الموضوع فرحنا باتجاهنا. طبعا كان الأمس مساء للقاء على الهواء ويا إذاعة الروضة الحسينية نعم. وكان الأستاذ حميد موجود وصار إشارة إلى إقرار الخطة لأن حاليا ذكر لم الخطة أقرت وصدر بيان من الوزارة أنه ما عدنا من مياه يتكفي لي 1.5 مليون دونم زراعة شتوية لمحصول الحنطة والشعير يعني الشعير نسبتها أقل. هاي 1.5 مليون للحنطة والشعير فقط الباقيات الباقي عندنا 1.1 مليون دونم خضر وبساتين نخيل وفاكهة نعم هذه يعني متوفرة يعني أيضا ملزمين بتأمينها نعم وعلى المياه الجوفية ذكر أستاذ 3 مليون دونم لا احنا رحنا 2.5 مليون دونم لأن الحقيقة هم لا نريد نكون استخدام جائر للمياه الجوفية وبعدين أيضا يصير عندنا هبوط عالي بالمياه الجوفية ونخسر يعني المياه الجوفية أيضا لأن هي المصدر والمياه الجوفية الواقع هي أيضا تتغذى من الأمطار صحيح يعني إذا ماكو أمطار وناخذ الخزين الموجود راح ينخفض وراح يسوي لنا مشكلة. إحنا التحدي هو خلال هالخريف إذا يعني طبعا الأقمار الصناعية تنطينا تصور كل 3 أشهر ما أقول دقيق 100% لكن نسبة الدقة تصل إلى 70% لكن للأشهر 3 البعدها هذه نتوقع أنه الشهر القادم بالشهر 11 راح يصير عندنا تصور عن 11-12 الواحد وهكذا نتابع الأقمار الصناعية ونشوف ما هو المتغير لأن إذا إحنا فرضنا أن يكون الأمطار بال 12 أو بالواحد أحسن راح نقدر نأمن أن تتأمن مياه السقي للمنطقة الديمية نعم. الديمية مهمة جدا لأن مثل ما ذكر الأستاذ حميد قال 6 مليون دونم صحيح. على أمطار هذه مهمة إذا ما سقطت أمطار هناك بالمنطقة الشمالية هي نعم. لأن الخط المطري المضمون أعلى المساحات الزراعية ممكن أن يزرع ب 15-12 أو واحد يعني ممكن لأن هنا تنتهي الزراعة بالمنطقة الوسطى يعني 1-11-15-11 أقصى شيء نهاية 1-12 يعني يزرعون صح. بس بعدين النتائج ما تكون إيجابية يعني لحد 1-1 وحتى 15-1 بالمنطقة الشمالية ممكن إذا سقطت أمطار ونأمل يعني الله سبحانه وتعالى أن يلتفت إلى شعبنا وأن يعني تكون هناك أمطار
مقنعة بحيث يقدر نزرع أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية. نعم. إذا إحنا رحنا بهذا الاتجاه، ليش إحنا قيدنا المساحات حتى لا يروح المواطن بالحراثة وتأمين بالوقت الحالي والمياه هي محدودة، وطلبنا أيضا أن تكون زراعة بالمناطق المضمونة القريبة للأنهار. أنا بدل ما ننقل المياه عشرات الكيلومترات ونخسرها، يعني أنا طبعا لحد الآن اليوم مثلا شنو مثلا أكيد عندكم معلومات إنه أكو صدر وبزايز في الزراعة، شنو ذنب أبو البزايز؟ ها مو هاي النقطة، هنا هاي مسؤولية أخرى، مسؤولية الدولة النظر إلى من يحرم من الزراعة، لازم أكو فد نوع من التعويض. يعني أنا ما أقدر هسه أحدد لأن هاي سياسة الدولة، بس إحنا يعني مقترحنا أن يكون هناك تعويض، لأن هذا يحرم من الزراعة وهذا يزرع، يعني مو عدالة. يقول لك أنت لا تحرمني 100%، انطيني بدل أن أزرع 50 دونم أزرع 10 دونم مثلا. أنا دا أطلع يعني إلي الحاجتي، يعني مو فقصدي الموضوع لازم تنظر إلى الدولة، ويعني من الآن أن يصير جرد دقيق للناس اللي يحرمون من الزراعة ويصير معالجة لهم. يعني إحنا حتى المناطق اللي تعرضت إلى جفاف حاد هي مو فقط الزراعة، موضوع الأخوار، تأثير على الجاموس، تأثير على الأسماك، أيضا لازم يكون هناك رعاية من جهات مختصة في الدولة لها، يعني كأن ينطوهم على صحيح، كأن يملونهم خدمات صحية أعلى، يعني أن ينقلون مي للشرب بالتناكر فأكو وسائل عديدة. في إحنا هذه أزمة، يعني هي هذه أمور طارئة ويعني أزمات حادة يجب النظر إليها بمنظور إنساني ومنظور يخضع لتقدير علمي سليم، أنه أنت هذا مواطنك، أنت وين يروح، لمن يلجأ، شو يسوي، يهاجر أيضا. ما أنه ذكرنا المواطن. أحبة المشاهدين، كان الأسبوع الماضي عرضت حلقة على قناة الأيام الفضائية في برنامج أرض السواد، أيضا كنا في ناحية اللطيفية. اليوم إحنا نتحدث عن جنوب بغداد، ما تحدثنا عن مناطق بعيدة البصرة، ميسان، ديقاب، حقيقة معاناتهم كبيرة جدا، موضوع حتى المياه صعبة. فسألناهم على استعداداتهم للزراعة الشتوية، وأيضا يعني كان عتب كبير جدا على الجهات المختصة بموضوع الزراعة. خلينا نشوف هذا اللقاء وراجعين. يعني اليوم وزارة الموارد المائية تستخدم الخزين الميت بالثرثار، من المستحيل تطيها هيك كميه، ما تطيها. ليش الفلاح ما يعتمد على تقنيات زين؟ ليش المحافظات الجنوبيه بها مي، واللطيفيه واليوسفيه والمحموديه ما بهن مي؟ ليش المناطق الجنوبيه حتى شرب زارعين حجي؟ اذا هي ليش؟ حتى البصره المي ما يوصل لها، بصره ما يوصلها العاديه، هاي محل المناطق الجنوبيه ميسان ذاك يوم طلعوا تظاهرات ما قاعد يوصل لها. هي مشكله على العراق كله صراحه، بس اليوم المشكله نشاهد اذا اليوم جنوب بغداد ما بي مي، لعد بالبصرة شو حيوصل اللسان الملحي وغيره. والله الأهوار انتهت استاذ، مي خلاص ماكو، والحكي كثير واحنا ما نريد نغث لنا واحد بالكلام. ليش الفلاح ما اعتمد على تقنيات الري الحديث بالتنقيط بالتقطير؟ وزير الموارد يقول اذا نستخدم كل الفلاحين يستخدمون تقنيات الري الحديث، يقول الكميات اللي عندنا الموجودة تكفي وزايد. ما يدعم الفلاح لعب؟ هو وزير موارد. الوزير ما يدعم الفلاح؟ وزير الزراعة لازم. وزير الزراعة وين جمعياتكم الفلاحية؟ وزير الزراعة يدعم الفلاح 5 كيلوات كيمياوي للدونم، اللي هو يريد الدونم بالموسم أقل شيء 50 يعطيه 5 كيلوات، هو هذا دعم الوزير؟ صح. وينك وينك وهي شيء؟ هم ما يدعمون الفلاح، هو الوزير نفسه ما يدعم الفلاح، هو جاي يغث الفلاح. انتم شعبكم، هذا شعبكم، انت اب مسؤول عنه مثل الاب المسؤول عن عائلته. يعني انا عائلتي اجوع واحد واشبع واحد؟ لا، مو بالتساوي. طبعا بالتساوي. انا فلاح اشتغل فلاح، انا عيشت على الفلاحه، انا اخلي ابني يشتغل عامل ويروح عسكري
ما خليه لا يروح عسكري ولا خليه على الفلاح، اخلي العسكري والعامل لابن المدينة. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ عون، هذه المنطقة اللطيفية جنوب بغداد عندهم صدر النهر، نهر اللطيفية يعني، او يتفرع يروح للجايز ما يوصل. نعم زين، دول ليش ما يلتجئون مثلا، يعني اكو خطه مثلا لاهل البزايز انه يتحولون الى الزراعه بالابار؟ هو للاسف هنا نوعيه المياه في الابار مو جيده الحقيقه. صحيح، هي المشكله يعني تطلع مياه مالحه فما راح يستفيدون من هذا الموضوع. هذه مشكله قديمه يعني، للاسف اكو من يقع بالصدر ياخذ اكثر من حصته فمن يصل المياه للذنائب. هاي مشكله قائمه منذ زمن، ويعتبر القاعد وياخذ حصه اكثر شطاره، هو عيب والله عيب. سرقه وعيب وشرعا ما مقبول. هاي بالعالم هاي القضيه كلش خطره يعني، يصير عليها عقاب شديد. وكل يفتهم القانون التفتيشية. والله انت شفت يعني، انا فرق تفتيشية والمتابعة التجاوزات، هاي تذكرت في المقدمة انه مع الاسف شيء مخجل انه موظف هذا شنو، لا حول له ولا قوة، مكلف هذا تجاوز، هو جاي ناصم مضغته بشكل بدون اجازة بدون موافقة على النهر الرئيسي، على مثل هذه القناة. هاي القناة هي المي إذا حتى يوصل للبنايب، حتى هذا يحصل مياه شرب إلا والحيوانات. هسه ما لازم يسقي، لكن حتى يقعد ينصب مضخ هسه، أو يجي يسد النهر، هذه القناة يسدها، يحجز المي، يرفع المنسوب يمه وما يخلي المي يوصل للأخير، تروح الحفارة تشيله. لكن شفت الاعتداء اللي عليهم، صارت اعتداءات اكثر. اي يعني واحد خطيا كسرت رجله، وصلوا الى مرحله انه محافظ يتجاوز. هل معقوله هذه؟ احنا في العالم، شوف انا الحقيقه هاي موضوع كلش حساس، موضوع ترى الجفاف بالعالم يراعى بشكل خاص يعني، يتعالج بشكل خاص يعني. انا رايح كنت في لندن وزرت استراليا، البرلمان البريطاني هالسنه، مجلس اللوردات على كل، هو عقد عده اجتماعات يناقش موضوع الجفاف، وصدر قانون اسمه ووتر هوز بان، هذا منع استخدام الصونده. اذا يشوف واحد لازم صونده ورش يتغرم غرامات كلش عاليه، و المواطن بالشارع اذا يشوفك انت باب بيتك تستخدم ياخذ لك صوره ويقدر يشتكي جارك يقدر يشتكي. وفعلا قانون، الناس هناك تلقائيا من يصدر القانون تحترمه. احنا المصيبه انه يصدر القانون وما حد يحترم القانون. هذه ثقافه. احنا نتمنى انه نوصل الى مستوى وعي بحيث القانون هو قانون مدرس وتعب عليه. احنا هذا الموضوع قبل 2003 نعم كان مدير ري بالمحافظات الى صفه قضائيه. نعم صح، نعم يقدر يسجن وغرامه. نعم. ليش هذه انشالت بسبب، شوفوا هذا النظام يعني، احنا على اساس النظام الحالي نظام ديمقراطي، فصل السلطات، سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيه. هذه القضايا حاكم جزاء هي يعني مسؤولية السلطة القضائية. أنت أنا مدني شلون ينطيني؟ سابقا كان أكو هالإمكانية، هسه مجلس القضاء الأعلى الحقيقة احنا طبعا أنا بالمناسبة نقدم لهم شكرنا، لأن أكو دعم كبير من أعلى مستوى بالمجلس. نعم من سيد رئيس المجلس لوزارة الموارد المائية، وهذا في شيء يعني يحسب للقضاء، ووجه لكل القضاة أن يعتبرون التقرير اللي يرفع من المهندس هو وثيقة إدانة للمخالف. وهاي سابقا ما كانت، وفعلا أكو دعم يعني من الناحية القضائية اللي هي كوادرنا يعني. هذه تتعالج بهالطريقة، لكن لا يمكن إعادة
صلاحيه يعني ان يكون نقدر اليوم نصنف انه اكبر مشكله داخليه للمياه هي موضوع التجاوزات. طبعا مشكله اساسيه. يعني شوف احنا للاسف انا قبل فتره طلعت موظفه حقوقيه عندنا بالبصره على بحيرات اسماك بحدود 400 دونم ياخذ من شط العرب اللي هو الاملاح بدأت تصعد في شط العرب لسان الملح. زين انت من تاخذ بيا حق بيا قانون ويدري الناس هل كان عطش جنوب البصره وسط البصره ناس عطشان انت شلون تنطي هيك تصرف شلون بدون شيء بدون موافقات بدون كل شيء. هاي واحد طبعا صارت اكثر من 500 دونم مسوين احواض اسماك. يا اخي هو هذا بيحق انت تجي تنشئ هذه الاحواض بدون موافقه. هاي كميه المياه تكفي دول كميه المياه لا على الاقل تحل مشكله الناس هناك. يا اخي تدري ايش صار؟ هددوا هذه الموظفه، هي موظفه جيده الواقع عندنا بالبصره حقوقيه بس ممتازه يعني تابعها، هددوها بحرق بيتها هي واحده من المهندسات وياها. بدل ما يقدرون يقيموها وينطوها يعني تكريم انه هذه توقف ازاء تحقيق العداله في التوزيع، ما ممكن يعني انت تاخذ على يا اساس منو الخولك ان تاخذ هاي الحصه؟ عزيزي المي اثمن شيء يعني احنا مع الاسف الشديد ما نترك هاي الحاله، المي ثمين جدا بس للاسف هسه احنا انا واحد من الناس بيتي ما عندي عداد. ليش؟ بالعرصات اللي هي تعتبر منطقة في وسط بغداد. أي في وسط بغداد ومنطقة على أساس من المستوى الأول. ليش ماكو عداد؟ أنا أسأل ليش ماكو عداد يا دائرة المياه ويجي بالشهرين أو ثلاثة مرة ويقدر عليكم 30,000 يعني شنو يعني أنا هل معقولة؟ للأسف هذه المفروض أمانة بغداد تأخذ بشكل جدي أن كل بيت عليه عداد والعداد يصاعد الكلفة بالاستهلاك. صحيح. يعني أنت لك حق يوميا الفرد 250 لتر بسعر كذا تقريبا الفرد الأخذ يصرف 250 لتر؟ لا هو هذا اللي احنا مخططين له حاليا نصرف 500 وجود يصرف لتانكي لفرد واحد. اي طبعا اذا السونده مفتوحه 24 ساعه وهو انا الحقيقه كل دول 5 لترات 10 لا هو طبعا مو شرب المي هو لغرض كل الاستعمالات بالاردن 150 واذا زاد يروح يشتري المي بارقام كلش كبيره. ليش الاردن منظمه وضعها واحنا ما منظمين؟ شنو السبب؟ هذا عجيب غريب. يعني انا مستغرب انه ليش احنا ما نكون جادين في هاي ضعف حكومه. ليش ضعف حكومه هاي صراحه؟ طبعا احبت المشاهدين ايضا من المشاهد المؤلمه والسلبيه التي شاهدها برنامج وعدسه برنامج ارض السواد في اللطيفيه انه نهايه الانهر ونهايه المشاريع عباره عن جفاف كبير جدا للاسف حتى صارت أجلكم الله مكان للنفايات. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. هاي شي لازم كل يوم تجيكم قناة على مود يطون المي؟ شو نسوي؟ لا هي ماكو قناة بس انتم ذكرتونا. وينكم قناة؟ بخدمتكم. ها؟ بخدمتكم. خادم ربك رحم الله وليك. الله يخليك. ممنون لك. أبو علي. يعني حتى العالم يشوف سوينا لقاء خاصة برنامجنا، واحد يسوي لقاء يم النخلات، يم الزرع الزين. يم الحنطات، احنا سوينا بهاي القاع بهذا النهر. شنو هذا النهر يعني؟ وين بس ظل تسميه اسم نهر؟ بس اسم نهر. هذا كم سنه صار لهيج بكل صيف؟ صار له سنتين. سنتين؟ سنتين، ولا كان قبل المي خير من الله. غرقاني مرتاحين، لا الباري، لا يعني لا طلايب لا مشاكل، ولكن هسه نعاني من شغله مشاكل وطلايب على هالمي هذا. يا ريت يا والله لو يقطعونه هنا نخلص. لان دي يصير فتنه. اي ناس هم يعطون هسه هذا المي فتنه. دا هم سادين المي فد مره حتى واحد يأيس. اي مو؟ ولا هم مثل ما اعطينا مي وساد حاجتنا. مشكله. مشكله.
صارت مشاكل. هسه احنا صورنا من الصدر وشفتوا الصدر. رحنا ايه للصدر. مو وهسه احنا بالبزايز، هاي نهاية الرواية. هاي نهاية الرواية. نهاية الرواية وهاي قناة ستة. زين؟ يعني حتى صار بي انقاذ. اي هاي احنا كريناه قبل 5 أشهر. شنو الفائدة تكري ماي؟ اي كريناه نظفناه تأملنا يجينا المي. قلنا بركة الله يجي المي. حتى من تروح يا بتطالب على المي هم يقول لك عمي انت طالب مي وروايك مو نظيف، يذكر روايك نظفه. هسه نظفنا الروايه وانتظر يجي المي حتى ما يشرب ما عندنا. احنا اليوم جبنا بالسياره ولو ملحق انتم جايين شو صورناها بالسياره شبنا زين؟ والله بالسيارات والله البارحه بالثنتين بالليل انا بارع على المي هذا وشفت المسافه مال بيتنا وبالثنتين بالليل انا طالع ادور مي، اقسم لك بالله ماكو مي. اقسم لك بالله واليوم جابونا بالسياره جابونا مي نقلوه زين؟ رسالة ما عندنا ما توصلنا واحنا ذيك مرة مسوينا لقاء وياكم وقلنا زين ما سو ماكو لحد الان لا صيانة عليها لا متابعة. رجعنا وياكم احبة المشاهدين ومكملين هذه الحلقة وشاهدتوا اللي يصير في بعض مناطق العراق من ازمة مائية كبيرة جدا واستعدادات شبه معدومة لبعض الفلاحين بموضوع الزراعة الشتوية مأيسين من هذا الموضوع. اليوم ما شاء الله وزارة موارد المياه صارت 1.5 مليون على الحنطة فقط. اي بس يعني انا مؤسف ان اشوف هيك ظاهرة بس اكو نظام ما اعرف ليش ما متبعيه هنا نظام المراشنة يعني شفنا الصدر حضرتك طلعته بمي يفترض اكو مجموعة فروع كل فرع عنطي يوم او يومين على الاقل أأمن وصول المي للاحتياجات الأساسية. هسه هذا الرجل اللي متحدث هذا النهار يجوز صار الأسبوع معنا ما قطرة مي ما دخل. صحيح بالضبط. هذا النظام يفترض أن يكون بجدية بالعمل. أكو طبعا سلبيات ندري بس المشكلة أنه إحنا لازم نواجه هاي الحالة لأن حالة صعبة، حالة الجفاف، حالة قاسية. لازم ضرر يتوزع بعدالة أيضا، لا يقع ضرر على هذا المسكين والآخرين قاعدين بالصدر مرفهين. ما يصير هذه مو عدالة. احنا نطلب من دول الجوار ان تتقاسم الضرر معنا. عاد مو داخلين داخل المشروع الواحد مدى يتقاسمون الضرر وكلهم هم اقارب وولد عام وهذا مو بس ما للاسف يعني والله بعض الناس الفلاحين يقولون لو ما يدزون الماء احسن صار فتنة. فتنة اي نعم هي المشكلة انه احنا نريد يعني يكون توزيع عادل وهذا نظام التوزيع. احنا حاليا الواقع هذا النظام لازم نغيره هسه باتجاه انه نروح اللي مفهوم الري المغلق نقل المياه بالانابيب. بالضبط. هذه هنا طبعا راح تصير بعض التجاوزات عليه لكن اخف من هذا التجاوز. صارت بالبدعه. اي صارت اي اي بس احنا راح نحاول جهد الامكان يعني بمشاريع عديده انه ننقل المي بالانابيب لان ماكو حل. استاذ اول موضوع البدعه كان تجاوز او تخريب الحقيقه لا اكو حالات تجاوز او يعني قضايا يجوز اكو حتى المشكله انا البدعه هاي نوع من التخريب اسميه مو يعني تجاوز وتخريب هو بنفس حتى يثيرون الناس كمشاكل يعني اي وهي البدعه هي هدفها ايصال مياه الشرب الى البصره الى البصره نعم بس هو هم ايضا اكو دوافع لربما اخرى انا ما ادري. نعم. استاذ عون يعني طبعا حبيت المشاهدين يعني اكثر من شخص ارسل لي هذا الفيديو البارحه بالليل او المغربيه تقريبا وقالوا لي احكي علي هذا والله العظيم يعني احنا كقناه فضائيه يعني استحيت اعرضه بس بعدين فكرت بالموضوع قلنا خلي نشوف العالم للاسف يعني أنا اليوم برنامج أرض السواد يدافع على الفلاح على المزارع على الجمعيات الفلاحية على الناس اللي ما قاعد توصل لها مياه قاعد نروح لهم مسافات كبيرة نقطع مئات الكيلومترات على مودهم ولكن اليوم المشكلة الرئيسية دا تصير بموضوعة المياه داخليا هو التجاوزات شاء من شاء وأبى من أبى. تجاوزات موجودة بكل المحافظات مضخات وهاي لما اليوم وزارة الموارد المائية تدز كادر موظفين وبحماية القوات الأمنية إلى منطقة لرفع التجاوزات على مود حتى تكون عدالة بالتوزيع لأن احنا مصيبة مائية خلينا نحكيها بصراحة يتعرضون لاعتداء يعني للأسف
هاي نفس القوات الأمنية القاتلة داعش ترى، نفس القوات الأمنية اللي حمتنا. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا للأسف وقت البرنامج انتهى، شاهدتوا هذا المشهد، وندعو القوات الأمنية إلى التعامل بحزم وقوة على أي شخص يعتدي عليه، أي شخص بمختلف المحافظات العراقية. كل التحية والشكر لك أستاذ أون المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية. أهلا مرحبا بك، حياك الله، الله يحفظك. طبعا إلى هنا أحبة المشاهدين انتهى حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.